عطرة للقارئ الشيخ رمضان الصباغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأمليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأصلحنا وأصلح بنا، وأصلحنا وأصلح أزواجنا، وأصلح ذرياتنا، وأصلح أولادنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح بالنا، وأصلح بلادنا، وأصلح بلادنا، واجعلنا مصلحين بمنك وجودك وكرمك يا
اللهم كن لعبادك المظلومين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المقهورين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المبعدين في كل مكان، واجعل الكلمة العليا لأمة سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، اللهم آمين.